تستعذبي شيء بتسمعيه اللي جنبك بيقول لك ايه ده انت معتزله. هي الفكره كلها بس في الكلمه والموضوع، ايا كان الشكل او الطالب الموسيقي، الكلمه ابتديتي كويس بالكلمه هتشوفي مين من الملحنين اللي يقدر يتفاعل مع الموضوع ده، لان برضو الملحنين يعني اسواق مختلفه، ففي حد يبقى يقدر يقدم لك مثلا باترونه تراجيدي فيها حزن فيها شجن، وفي حد يقدر يعمل لك باترونه كده يفصل لك حاجات دمها خفيف مبهجه مفرحه وكده. ونزلت في حتى خطا شائع يقول لك انا عامل درامايا، عامل حاجه دراما، يعني بضحك لما اسمع الحاجات دي، مش مدرك ان الدراما هي فيها فيها الحاجتين. فهم في الغالب يعني مش واخدين بالهم، بس قصدي يقول انها حاجه حزينه يعني بالشكل ده. بالنسبه لشكل الغنوه وصناعتها، انت اهتميتي بالكلمه هتعرفي تهتمي بكل حاجه، لان لو معاكي كلمه مهمه هيصعب عليك انها ان انت تخلي اي ملحن. الكلمه الحلوه هيبقى فيه موسيقى حلوه. لازم لا ما فيش بالظبط هتجتهدي بالظبط كده. انما بقى فكره ان انا اتحكم في الذوق العام، انا مش يعني مش ناظر ومش مدرس، انا كل اللي اقدر اقول ان انا بعمله ان انا بحترم عقل ودان اللي بيسمع. بس تطور الاجيال يعني شكل